توقعت جريدة الكونفيدنسيال الإسبانية بناء على بعض المؤشرات أن تكون المملكة المغربية قد قررت إغلاق معبر سبتة ومليليا بشكل نهائي. ووفق ما أفادته الجريدة الإسبانية، فإن المغرب أغلق منذ ما يقرب عن شهرين معبر سبتة المحتلة بعد 17 شهرا من اتخاذ نفس القرار بشأن معبر مليليا المحتلة. وأضافت أيضا أن المملكة المغربية أغلقت دون إشعار واستشارة الجانب الإسباني مكتب الجمارك عند الحدود مع مليليا، الذي تم افتتاحه بعد عقد اتفاقية سنة 1866. وقالت الكونفيدنسيال الإسبانية إن الرباط خنقت مدينة سبتة اقتصاديا في ظل رفض قاطع لفتح مكتب للجمارك إلى حين تنظيم عملية تصدير بين المدينتين بشكل قانوني. وكان مدير الموقع الإخباري إلفارو دي سوتا المعني بالشأن المحلي للمدينة قد افتتح مقالا له حول الوضع الحالي بالعبارة التالية: سبتة تموت. ويبدو أن الجهات العليا في المملكة المغربية تصر على تنظيم المعاملات التجارية بشكل قانوني والقطع مع التسامح الذي كان سائدا مع التهريب، الذي حسب ما ذكره نبيل الخضر المدير لإدارة الجمارك يحرم خزينة المملكة سنويا ما بين 360 و540 مليون أورو. بعد الخطوة الاستفزازية التي أعلنت عنها جبهة البوليساريو الانفصالية والمتمثلة في عقد مؤتمرها 15 بعد أيام في منطقة تيفاريتي المشمولة بوقف إطلاق النار، احتج المغرب رسميا على هذه التحركات المرتقبة التي لا تحترم القرارات الدولية. وكشفت معطيات حصرية أن المغرب وجه رسالتين إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة تدعوهما إلى تحمل المسؤولية بشأن عقد التنظيم الانفصالي لمؤتمره في منطقة تيفاريتي. وكانت جبهة البوليساريو أعلنت عن عزمها نقل معدات لوجستية وأسلحة ثقيلة إلى منطقة تيفاريتي من أجل إنجاح مؤتمرها وتأمين ضيوفها خلال أيام المؤتمر 15، والذي يأتي في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف غليانا غير مسبوق وتحذيرات دولية من زيارة المخيمات بسبب المخاطر الإرهابية المحتملة. وانخرط تنظيم البوليساريو منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير في استفزاز المغرب من أجل جره إلى خيار العودة إلى الحرب، وهو ما عبر عليه عبد الله الحبيب ولد البلالة المسمى بوزير الدفاع في الجبهة، والذي صرح بأن الاستنتاج الحاصل لدى البوليساريو هو أن التعاطي مع الأمم المتحدة بالأسلوب نفسه لم يحقق أي نتيجة، وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف وأن يعاد فيه النظر. القيادي العسكري قال خلال الزيارة إلى منطقة الدوغج جنوب المنطقة العازلة إن الحرب تبقى ممرا إجباريا لا بد منها، داعيا ميليشيات الجبهة إلى الاستعداد لفرض خياراتنا بما في ذلك الاستعداد للعودة إلى خيار حمل السلاح في أي وقت. وقد لوح المغرب السنة الماضية بالرد الصارم على استفزازات قامت بها البوليساريو في المنطقة العازلة ما لم يتحمل مجلس الأمن والجزائر المسؤولية. وأكدت المملكة في أبريل الماضية أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن تيفاريتي وبرلحلو والمحبس ردا على أي محاولاتنا تهدف إلى تغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق. وتشير المعطيات التاريخية إلى أن المغرب لن يقف مكسوف الأيدي في حالة تمادي جبهة البوليساريو الانفصالية في خرق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فقد سبق لأحداث تصعيدية وقعت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سنة 1991 أن دفعت الجيش المغربي إلى القيام بضربات جوية في تيفاريتي وبير لحلو ضد محاولات البوليساريو بناء منشآت غير قانونية. حالة عزلة تعيش على وقعها جبهة البوليساريو الانفصالية جراء أجواء الاحتقان الداخلي الذي وصل إلى حد اقتحام مقر إقامة زعيم الجبهة في تندوف
من لدن المعارضة، وإن ضافت إليه تحذيرات مدريد لمواطنيها بشأن السفر إلى المخيمات المحفوفة بالمخاطر، ما تسبب في استنفار لقيادات الجبهة، حيث خرج محمد خداد المتحدث باسم البوليساريو بتصريح قال فيه إن تصريحات وزارة الخارجية الإسبانية غير مبررة. وأضاف خداد في خرجته الإعلامية التي نقلت مضامينها منابر مقربة من قيادة التنظيم الانفصالية أن تحذيرات العاصمة مدريد توضح تواطؤ الحكومة الإسبانية مع المغرب، موردا أن المملكة تعيش على وقع مشاكل على المستوى الداخلي، مدعيا وجود قلق بالغ من القرارات التي سيتخذها المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو المنعقد في تيفريتي. وسبق لوزارة الخارجية الإسبانية أن حذرت مواطنيها من زيارة معسكرات الصحراويين في منطقة تندوف بالجزائر، معتبرة أن السفر إلى المخيمات مخفوف بالمخاطر بسبب عدم الاستقرار في شمال مالي والنشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة، وأوصت بضرورة الامتناع عن زيارة المخيمات والحدود مع مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا. منسق جبهة البوليساريو الانفصالية مع بعثة المينورسو ذهب إلى القول إن المغرب سيكون مسؤولا مباشرا عن أي عمل إرهابي ضد مخيمات المحتجزين الصحراويين ومحيطها، مدعيا أن المغرب أول مصدر للإرهابيين في العالم. واعتبر خداد أن التنبيهات الصادرة عن الخارجية الإسبانية مثيرة للشكوك، وقال لقد أتت عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربية إلى مدريد الأربعاء، حيث جرى استقباله من لدن رئيس الحكومة بالنيابة بيدرو سانشيز قبل أن يعلن أن البوليساريو تحمل المغرب مسؤولية أي عدوان بالمنطقة. وتأتي هذه التصريحات عقب التقارب بين الرباط ومدريد في الآونة الأخيرة، حيث استقبل رئيس الحكومة الإسبانية المؤقت بيدرو سانشيز ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتباحثا حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لدخول الاتفاق الزراعي والبحري حيز التنفيذ بين المغرب والاتحاد الأوروبي وشموله للأقاليم الجنوبية الصحراوية، كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل من أجل الحد من الهجرة الغير الشرعية التي انخفضت بنسبة 55% خلال السنة الجارية مقارنة مع العام الماضي وفق المعطيات الصادرة عن الحكومة الإسبانية. في مقابل ذلك تعيش الجبهة توترا داخليا في الفترة الأخيرة نتيجة شنها لسلسلة اعتقالات متوالية للمعارضين السياسيين، حيث أقدم العشرات من الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على اقتحام مقر إقامة زعيم التنظيم الانفصالي إبراهيم غالي لمطالبة بالإفراج الفوري عن أحد المعتقلين بسبب مواقفه المعارضة. وتسببت الوضعية الداخلية المتأزمة لجبهة البوليساريو الانفصالية في زيادة المخاطر الأمنية المترتبة عن تثريب أسلحتها بمنطقة الساحل، الأمر الذي جعل المملكة تواجه تهديدات حقيقية في الحدود الجنوبية، ومرد ذلك إلى السياسة التي كانت تنهجها الجبهة خلال العقود الماضية بدعم من جنرالات الجزائر القاضية بتزويد ساكنة مخيمات تندوف بالأسلحة بدون مقابل بغية تكوين ما تسميها بالجيش الصحراوي. عبر العاهل الإسباني فيليبي السادس لأول مرة عن رغبته بزيارة مدينة مليليا المغربية المحتلة، ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن إدواردو دي كاسترو رئيس مجلس مدينة مليليا تصريحات له خلال الأسبوع المنصرم عقب لقائه العاهل الإسباني، قال فيها إنه وجه الدعوة إلى فيليب لزيارة مليليا، وهي الدعوة التي قال إن الملك أظهر اهتمامه بها، وأضاف أنه كان ينوي زيارتها. حاكم المدينة المحتلة أوضح في التصريحات ذاتها أن زيارة العاهل الإسباني للمدينة المحتلة مرتبطة فقط بأجندة الملك، ونقل عن العاهل فيليب قوله سنرى إن كنت سأستغرق وقتا أقل من والدي للذهاب إلى هناك.
وكان ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قد زار مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين عام 2007، ما فجر أزمة بين البلدين. وصاحبت زيارة العاهل الإسباني السابق للمدينتين المحتلتين موجة احتجاجات شعبية واسعة دعت إليها الأحزاب والمجتمع المدني، وشملت وقفات واعتصامات في مدن عديدة.